هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيل. يقول الأخ هناك إخوة لنا يصلون سادلين أيديهم حال القيام، فإذا قلنا لهم اقبضوا يقولون مذهبنا مالكي، نحن نسدل، هل الإمام مالك سدل أم لا؟ لا شك أيها الإخوة أن السنة هي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، والإمام مالك رحمه الله من أئمة السنة وعالم له فضل كبير في هذه الأمة، وكان يعظم السنة تعظيما شديدا، وكان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى القبر لأنه كان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق نيته جعل الله له أتباعا وأبقى ذكره يدعى له ما بقي الناس، رحمه الله وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبض اليمنى على اليسرى في الصلاة. وشأن الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان لا يرى العمل بالحديث لعلة يقول عقب الحديث والعمل عندنا ليس على هذا، أي العمل عند أهل المدينة ليس على هذا. فنظرنا هل قال الإمام مالك رحمه الله هذا عقب رواية الحديث؟ الجواب لا، لم يقل، وبهذا نعلم أن الحديث معمول به عند الإمام مالك. فإن قال لنا قائل فمن أين جاء السدل عن الإمام مالك؟ أقول ذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي في التمهيد أن الإمام مالك رحمه الله طلب منه القضاء فأبى، لأن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فأبى أن يلي القضاء فضرب على هذا فشلت يده وأصبح لا يستطيع أن يرفعها، فرآه من رآه يصلي هكذا فنقل هذا عنه، فظن أن هذا مذهبه وليس مذهبا له رحمه الله. وهذا يقع للإنسان من العوارض. الإمام مالك رحمه الله في آخر حياته لم يكن يخرج لصلاة الجماعة، فهل نقول إن مذهب الإمام مالك أن الرجل لا يخرج لصلاة الجماعة؟ لا أبدا، لكن الإمام مالك رحمه الله مرض في آخر حياته مرضا يمنعه من الخروج إلى المسجد، وكان يقول ما كل يستطيع أن يبدي عذره، لأن عذره مما يخفى ولا يحسن ذكره. فلهذا نقول إن اعتقادنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله هو القبض، لأنه روى ذلك في موطئه. وقد وجدنا الأئمة الأربعة: الإمام مالكا والإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والإمام الشافعية والإمام أحمد، أجمعوا على قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك صحح حديث القبض بدليل أنه رواه في الموطأ، فنقول القبض مذهب هذا الإمام الجليل رحمه الله وغفر له.